أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن مشروع القمر الصناعي المنذر يشكل حافزا للابتكار وداعما لمساعي الارتقاء بمستويات ومخرجات البحث العلمي واستغلال التقنيات المتقدمة، وذلك بما يرسخ التوجه الوطني لتسخير علوم المستقبل في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة. الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أكد أن فريق البحرين للفضاء يعمل حاليا على مرحلة تأهيل واختبار القمر الصناعي وحمالته محلية الصنع، حيث بلغت نسبة الإنجاز 55%، من المتوقع أن يتم إطلاقه العام المقبل، ومنوها بجهود فريق البحرين للفضاء الذين يشكلون النواة الأولى للخبراء الوطنيين في مجال الفضاء ومصدر فخر للهيئة واعتزازها.